ينضم إلينا من لندن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان السيد رامي عبد الرحمن. صباح الخير أو مساء الخير وأهلا بك معنا في أخبار المملكة. بداية، آخر المعلومات لديك في ما يتعلق بالمستجدات على الوضع العسكري في على الأرض بعد استعادة الجيش السوري لسراقب؟ نعم طبعا، صباح الخير بالنسبة للتوقيت البريطاني. هناك سيطرة على سراقب، وأيضا هناك عدة قرى الآن أو بضعة قرى في ريف حلب الجنوبي هي فاصلة بين سيطرة قوات النظام على كامل طريق دمشق حلب الدولي. هذا يعني هذا الاتفاق الروسي التركي، ما يعرف اتفاقيات سوشي، المرحلة الأولى منه كانت تفضي إلى سيطرة النظام على كامل طريق دمشق حلب الدولي، وهذا ما كان عليه الحال. الآن روسيا أو تركيا تصرح إعلاميا كثيرا، لكن الواقع ما جرى هو عبارة عن اتفاق روسي تركي، على الرغم من سقوط عدد كبير من الشهداء المدنيين وتشريد الكثير، لكن بالنهاية سراقب كانت ضمن مخطط ما يعرف ببوتين أردوغان من أجل استعادة النظام والسيطرة على طرق دمشق حلب الدولي وحلب اللاذقية الدولي. المرحلة الثانية لا نعلم متى ستبدأ، ولكن ستكون بسيطرة الروس أو الشرطة العسكرية الروسية على طريق حلب اللاذقية الدولي. اليوم نتحدث عن تشريد مئات ألوف المدنيين لا يزالون في مناطق جغرافية صغيرة تقع في شمال هذا الطريق أو شمال غرب هذا الطريق في إدلب وضواحي إدلب ومناطق طيب قريبة رامي. سوريا التركية. تفضلوا. هذا كان فيما يتعلق بالوضع العسكري، ولكن على الصعيد الإنساني وبعد موجة النزوح الكبيرة والتي اعتبرها مراقبون لربما هي من أكبر موجات النزوح منذ 9 سنوات، آخر التطورات على الوضع الإنساني؟ نعم نعم، أنا كنت في سبب الحديث عن هذا الأمر. هناك موجة نزوح كبيرة، هناك مئات آلاف المدنيين، نتحدث نحن فقط في أقل من شهر على نحو 500 ألف نازح نزحوا إلى مناطق تقع على الحدود السورية مع لواء اسكندرون في مدينة إدلب، في ريف إدلب الشمالي الغربي، في أقصى ريف حلب الغربي ومناطق الاحتلال التركي في عفرين ودرع الفرات. هؤلاء لا يوجد إمكانية للمنظمات الإنسانية لتقديم الإغاثة لكل هؤلاء المدنيين، لأن فجأة شاهدنا أن قرى بكاملها وبلدات تفرغ من سكانها ويبقى في العراء سواء في ريف إدلب أو ريف حلب الغربي. طيب، الاجتماع الروسي التركي غدا إلى ماذا سيفضي برأيك؟ وهل سيكون على طاولة حوار هذا الاجتماع الوضع الإنساني السيء الذي وصفه كما ذكرت لك قبل قليل مراقبون بأنه أسوأ وضع إنساني يمر في تلك المنطقة، تطورات موجات النزوح الكبيرة أيضا، هل ستكون على طاولة الحوار في هذا الاجتماع؟ نعم نعم نعم، من المفترض اخلاقيا ان تكون على طاوله الحوار في هذا الاجتماع ما يعني في المدنيين والنازحين، ولكن الى ماذا ستفضي؟ لا نعلم، لا يجب ان ننتظر على ماذا سيفضي الاتفاق الروسي التركي الجديد بالنسبه للمدنيين. روسيا او تركيا هددت سابقا ولم تفعل شيء، ولكن الواقع بان كل ما يجري هو كان على حساب المدنيين السوريين الذين اما قتلوا او شردوا. طيب، ما الذي تقصد به تركيا عندما تقول بأنها ستقوم بكل ما يلزم لوقف المأساة الإنسانية في إدلب؟ ما الذي من الممكن أن تقدمه تركيا في هذا الصدد؟ يعني نحن نريد من تركيا دائما أن تقرن أقوالها بأفعال. حتى اللحظة نحن نسمع الأقوال التركية ولا نرى أفعال. هي يعني كانت تمني المدنيين بأنهم لن يشردوا وشردوا، لذلك نحن لا نؤمن بما تقوله تركيا. نحن ننتظر من تركيا أن تقرن أقوالها بأفعال. أشكر وجودك معنا من لندن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان السيد رامي عبد الرحمن، شكرا لك.